كما تشاهدون أصدقائي، بعض الحلزونات الصغيرة حاولت الدخول إلى الخلية، ولكن النحل قام بتثبيتها بالبروبوليس تثبيتا محكما، وأصبحت نهايتها مأساوية كما تشاهدون، أصبحت مثبتة بشكل قوي جدا داخل الخلية، عفوا، كما تشاهدون ثبتها النحل بإحكام، والأعداد كانت هائلة، مش فقط التي تشاهدونها في الصورة، ولكن سأريكم بقية المشهد، يعني أعداد هائلة من الحلزونات. شوف، البروبوليس مضاد حيوي قوي جدا ومثبت قوي جدا أيضا، بحيث أن الحلزونات هذه لم تستطع المغادرة ولا الهروب. ومن قوة البروبوليس مش فقط أنه يستطيع تثبيت الحلزون، ولكن انظروا هنا، هذا راح لي اسمه سبحان الله، خنفساء العسل، نعم خنفساء العسل أو الجريلو، هاو في الزاوية كما تشاهدون، هاي النحلة فوقه الآن. هذا أيضا انتهت يعني نهاية مأساوية، حياته انتهت بطريقة مؤسفة. شوف، وهذا الحلزونات وهذا الجريلو هذا مش راح يفسد، مش راح يصدر روائح داخل الخلية، لأنه البروبوليس يمنع حدوث هذا التعفن أو الفساد، لأنه كما أشرت أنه مضاد حيوي قوي جدا. شوف، وفيه روايات تقول أنه النحل ثبت حتى الفئران والجرذان داخل الخلية، يعني هاجمها باللسع حتى قتلها، ثم قام بتحنيطها وتثبيتها في قاعدة الخلية، وانتهت نهاية مأساوية. المهم، فقط أحببت أن أريكم يعني جانب من قدرات النحل العجيبة، والخلية فيها النحل، يعني مش هاي كما نشاهد. تثبيت الأعداء بهذه الطريقة يدل على أنه نحلك قوي وجهاز المناعة تاعه قوي وعنده حراس في المستوى، وهذا هو الأساس، يعني هذا هو المطلوب من الخلايا. فسبحان الله، تبارك الله، أحسن الخالقين.